أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، لقد مات الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ العالم العلامة، الحبر البحر، المتواضع الورع، العابد الزاهد، المجاهد الولي، التقي النقي الخفي، الذي عاش طوال حياته في العلم وفي نشر العلم والتوحيد، انتقل إلى مثواه الأخير، إلى رحمة الله عز وجل. مات العلامة، مات العلامة فضيلة الإمام الشيخ المجدد، الذي نصر الله سبحانه وتعالى به التوحيد في أواني الشرك وفي بقعة الشرك. إنه الشيخ آدم أحمد إبراهيم، المعروف بالشيخ أحمد، بالشيخ آدم تولى، رحمه الله عز وجل. رحم الله الشيخ وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. رحم الله الشيخ. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. عالمني خين جدا قبر ربي، التقي النقي الخفي، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. شيخني شيخ آدم تولى أبا علمائه، خرب سبحانه وتعالى وقال إيه رائس جراكس جاراتك أول أمت إبا أول إس ربي سجراكس المعمر، الذي أطال الله عمره وأحسن عمله إس ربي عمري إسا ديريسيف خرب دلقا إسا بريتيف ربي سبحانه وتعالى جايا إسا جايا أنبيوتا جل ربها قدوف ربي سبحانه وتعالى أباخي شيخ شيخ كوتا خينيا خن يو إسات أبو بربان نو في إسا جدو يو إكات شيخ نلا مفانجو رب من سبحانه وتعالى إسفرت أمو بنان أتشي بنام تسن والله بنا نمني تكو تفو دندهو ميت مالجا أم بيتا نمو نمدو دوتيهاك شيخامتي الرجال المنما أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى يوجه إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يا محمد، يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدرا نم تكوف جيروزا لالم هنغون أفإن ميت فهم الخالدون. أتدو تيسان هفني كل نفس ذائقة الموت. رب سبحانه وتعالى لب هند دواني دان نم تجي دوامي تدبين أمو وَنَمْنِ خُمْبَأَتِ دُؤُسَنِتُ قَرَانَ مَنْيَاتِ تناف علماء مالجال قاف عالم ندوئه هل كان أرّا هل كان أرّا دجينتون علمي ميك أبا أتيج أنجت علمي ميك بيكم سميك إفتت أنفتت جلتي أول تجا. يقولوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء أو بقبض العلماء. ارجم ربي عليه أفضل الصلاة والسلام ملجأ: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. رب سبحانه وتعالى بكم سخنا قمنا ما خيساهم بوتج علمي قمنا ما تراهم بوتو أمو واني رب بكم سفود واني رب علمي فود مال بقبض العلماء علماء دؤودان علماء دؤودان علم فودم تجا حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا قاف رب بكم سخنا دعا علماء تنفوده علماء دان قاف فوده علمنا ما هقنا ولا لا قلتك اتخذ الناس رؤوسا جهالا متولي ولا لو هقنا ولا لا عالم فكات عالمامت شيخ فكات شيخامت بيخا فكات بيخامت أما هو ميكار بكمان بيخا إفسه بكمات بيخا إفسه أسو بيخانجرو نم ميكات بكمان دقمه تناف مالجي حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال. والآن في العصرنا الحاضر أما يروج الرمو وهم أحياء هال علماء لبون جيراني نميك آتون مجلة في واللالا متاغلتي رقاغلتي أبلون كنجيجا. فكيف إذا مات العلماء قاف علماء دعانو مصيبة كمين نتبه